تعطير الدولاب من اساسيات تنظيف الشقه زي تعطير الشقه كلها بالظبط. دي حاجه مهمه جدا عشان اللبس يفضل معانا ريحته حلوه اطول وقت ممكن. انا سامحنا بين فاشن ستايلست وبلوجر، تعالي اقول لك ازاي تعطري دولابك بخمس طرق. اول طريقه معايا هحتاج فيها مبخره اللي هي بالكهرباء او حتى اي مبخره عاديه عندك، ولو ما عندكيش مبخره مفيش اي مشكله خالص، هنجيب فحم ونسخنه كويس قوي على البوتاجاز وبعدين نحطه على حاجه ونحط عليه البخور اللي هو الباودر. ولو عندك مبخره بالكهرباء هتريحك من كل الحاجات دي. وهنجيب المبخره وطبعا نتاكد ان اي هدوم طويله هنرفعها فوق ونثبتها كويس على شماعه الدولاب عشان هنحط المبخره دي في ارضيه الدولاب من تحت. البخور بيمسك في الخشب كويس جدا، بيمسك في الهدوم كويس جدا وثباته عالي قوي. فاختاري يعني الطف ريحه تكون مش بتاذيكي مثلا في صدرك او في نفسك، يعني ما تضايقكيش في النفس، وحطيها بالظبط 3-5 دقائق بالكتير قوي وشيلي المبخره من الدولاب وشوفي الريحه هتقعد معاكي قد ايه. تاني طريقه معانا وهي موجوده في كل البيوت عندنا، هنجيب برطمان صغير، ده برطمان صلصه يعني، هنحط فيه معلقتين او 3 رز وعليهم اي زيت عطري انت بتحبيه، اي زيت بقى من عند العطار، لافندر مثلا، نعناع، ليمون، حتى ممكن تروحي لبتاع البرفيوم تجيبي من عنده الزيت مثلا اللي هو الخام وتحطي بالظبط 3 أو 4 نقط. بس مش بنقفل البرطمان بتاعنا، احنا بنشيل الغطا وبنجيب زي شاشه او اي حاجه مخرمه عندك ونربط عليها دباره او خيط. ممكن تعملي مثلا برطمانين او 3 وتوزعيهم في مثلا الرف الصيفي والشتوي وتحت في الدولاب، بيبقى ريحه الدولاب حلوه قوي وبتقعد وقت طويل. الفواحه كمان من الحاجات المهمه جدا ان هي لازم تكون في دولابنا. ممكن الشكل ده، وفي شكل تاني بيبقى جل كده في كيس وهو مشهور قوي، هحط لك صورته برده عشان تبقي متخيله. فممكن تجيبي حاجه زي كده مثلا، تجيبي منها 2 أو 3 وتوزعيهم في الدولاب او في ارضيه الدولاب، برده بتبقى ريحتها حلوه قوي. بس هاتي حاجه تكون ريحتها هاديه وتاكدي ان هي مش زيت. يعني الفواحه دي مثلا الجزء اللي فوق ده خشب وهي فيها زيت من جوه، لما بنعمل كده الزيت بينزل على الخشب فبيطلع ريحه حلوه قوي. اهم حاجه تتاكدي لو الفواحه بتاعتك زيت ان هي تكون محكمه الخلق كويس قوي. الطريقه اللي بعد كده هي هنحتاج فيها فوطه صغيره زي دي واي منعم او قماشه بقى انت تستخدميه للهدوم بتاعتك. احنا خلاص في الصيف بنبدل الدولاب، يعني بنغير ما بين الصيف والشتاء، فكل اللي هنعمله ان احنا هنديها بس تنديه خفيفه خالص ونحط عليها مثلا معطر جو او مناعم اقمشه زي ما قلت لك، وهنبدا ننفح الرفوف بتاعه الدولاب وجوانب الدولاب، يعني الظهر والجنبين اكتر حاجه بتثبت في الخشب والهدوم بتبقى ريحتها تحفه. جربيها دي عن تجربه شخصيه وقولي رايك. اخر طريقه هقول لك عليها لو كل الحيل دي ما نفعتش معاكي مع انهم كلهم من البيت، يعني صابونه، اي صابونه انت بتحبيها وريحتها كويسه بالنسبه لك او ريحتها فواحه بالنسبه لك اكتر. وهنجيب دبوس من بتاعنا عادي وهنبدا نخرم الورقه بتاعت الصابونه، مش هنفتحها خالص، احنا هنخليها زي ما هي بقفلتها بس هنخرمها عشان الريحه تطلع منها، ودي برده عن تجربه شخصيه. وحطي بقى في الدولاب زي ما انت عايزه 3-4-5 براحتك، ريحتها بتثبت في الهدوم من السنه للسنه. على قد ما اقدر حاولت اجمع لك حاجات بسيطه تكون كلها في البيت، وحتى لو هي مش في البيت فمبالغها من بره برده بسيطه جدا عشان ريحه الدولاب بتاعتك تبقى منعشه كده والهدوم مفحفحه وبجد بتبقى حلوه قوي. اهتمي بدولاب الملابس بتاعك زي ما بتهتمي بتعطير وتنظيف شقتك بالظبط. ما تنسيش لو عندك اي طريقه جديده شاركينا بيها عشان كلنا نستفيد، وما تنسيش اللايك والشير، ولو في اي حاجه سيبها لي في الكومنت، واستنيني فيديو جديد وفكره جديده.